جسد الاحتفال الكبير الذي أقيم برعاية ملكية سامية من لدن جلالة الملك المعظم جسد حجم الإنجاز العالمي الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد في ظل مسيرته الحافلة في رياضة القدرة وتبوئها المكانة العالمية. وجاء الاحتفال الكبير تقديرا وتكريما من قبل مملكة البحرين لسمو الشيخ ناصر بن حمد وأفراد الفريق الملكي للقدرة الذين يواصلون بقيادة سموه تحقيق المراكز الأولى على جميع المستويات والأصعدة كافة في رياضة القدرة. احتفال يجسد حجم الإنجاز العالمي، هكذا يمكننا أن نصف الاحتفالية الكبيرة التي عاشتها مملكة البحرين في صرح الميثاق الوطني برعاية ملكية سامية من لدن جلالة الملك المعظم احتفاء وتكريما بابنها البار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وأفراد الفريق الملكي للقدرة بعد تحقيق سموه المركز الأول في بطولة العالم لسباقات القدرة وتصدر سموه المركز الأول عالميا في التصنيف الدولي لرياضة القدرة. الشكر والامتنان لابننا العزيز صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الراعي الأول لتنمية الشأن الرياضي في مملكة البحرين على أدائه المشرف وعلى حسن متابعته لمسؤولياته بما يضمن تقدم الرياضة البحرينية، ويسعدنا أن نشهد نتيجة لذلك نهضة رياضية وشبابية. بعد ما خلد اسمك للنصر والمفخرة عنوان حروف من ذهب ناصر على القمة تلاقيها. ونيابة عن عاهل البلاد المعظم حضر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاحتفال الرسمي الكبير والذي شمل على العديد من الفقرات، في مقدمتها كلمة لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. سيدي صاحب السمو الملكي، لقد عاشت مملكة البحرين لحظة تاريخية بهذا الإنجاز العالمي ستكتب في صفحات مجدها بأحرف من ذهب. فالبحرين تفخر بقائد الشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي توج مسيرته الزاخرة في رياضة القدرة بإنجاز تاريخي جاء ثمرة لدعم جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه وتتويجا لجهود سموه في قيادة الفريق الملكي للقدرة. فهنيا للبحرين وشعبها بالبطل والغاد، فسموه هو ملهم الشباب وفارس الميدان وقدوتنا في العطاء. كما شهد الحفل فقرات غنائية ولوحات فنية تسرد قصة بطل العالم ومسيرة سمو الشيخ ناصر بن حمد في عالم رياضة القدرة والفروسية. ويأتي هذا الحفل الجماهيري الكبير الذي شارك فيه عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة المسؤولين في المملكة، بالإضافة لحضور جماهيري غفير من الرياضيين تكريما للإنجاز التاريخي الكبير الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد وقيادة سموه للفريق الملكي للقدرة بكل حكمة واقتدار، حتى باتت رياضة القدرة البحرينية اليوم تتربع على عرش العالمية.